نجاحات النهارده في المباراه ما فيش شك اطلاقا. الحقيقه امير عبد الحميد لنادي سموحه خطيره جدا. وليد ركله جزاء يحتسب فرصه رجوع نوعا ما للنادي الاهلي. عماد متعب يا ولد يا لعيب ممتاز، هدف للاهلي ممتازه. اذا النادي الاهلي يسجل هدف اول تسجيل الفارق ويقدر يعمل كامباك للماتش. ممكن هنشوف الهدف الاول لصالح النادي الاهلي يسجل عن طريق ركله جزاء عن طريق عماد متعب. 2-1